اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. ده كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ده كابتن اسلام، باركو ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. حلقه النهارده منقسمه الى ثلاث اجزاء، منتخب مصر الاول ومنتخب مصر للشباب والنادي الاهلي. خلينا نبدا بالبدايه المثاليه لمنتخب مصر. طبعا الف مبروك لمنتخب مصر. الف مبروك لمنتخب مصر الاول. طبعا بدايه مثاليه فعلا، انت بتحقق فوز في مباراتين، بتوصل 6 نقاط. دايما يمكن التصفيات دي تحديدا في السنه دي مختلفه شويه عن السنين اللي فاتت، ان هي بتتاخد او الفتره دي بتتاخد على مراحل. يعني ايه بتتاخد على مراحل؟ انت النهارده عندك ماتشين مع سيراليون وجيبوتي بتكسبهم، بعد كده عندك في شهر 6 ماتشين تانيين برضو مع بوركينا فاسو وفريق تاني برضو غينيا بيساو تقريبا، الماتش التاني في شهر 6، فانت عندك دي مرحله تانيه، بعد كده المرحله الثالثه، فانت عندك 6 مباريات على مراحل. فانت لما المرحله الاولانيه اللي احنا فيها لما تكسب فيها ماتشين دي حاجه تحترم. صراحه عجبني روي فيتوريا، مدرب كويس جدا، عنده شخصيه، مركز في شغله، شخصيته قويه، عامل فرقه لمنتخب مصر بفرقتين. يعني هو تحس ان هو عامل قوام للفرقه، يعني حتى التشكيل عنده 6 ما بيغيرش فيهم، 6 اساسيين عنده. مين الستة الاساسيين؟ الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد النني، احمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى محمد. دول الستة الاساسيين عنده ما بيغيرش فيهم، ما بيستغناش عنهم. اما الباقي بيعمل روتيشن، يعني المساك الثاني اللي جنب عبد المنعم يا علي جبر، يا احمد سامي، يا ربيع، يا ياسر ابراهيم. الباك رايت بيبدل ما بين محمد هاني وعمر كمال. الباك ليفت بيبدل ما بين محمد حمدي واحمد فتوح. الارتكاز ساعات تلاقي مروان عطيه، ويحسب ليه برده عوده مروان عطيه الماتش اللي فات والتعامل النفسي الجيد معاه. يمكن هو رجع لنا مروان عطيه روي فيتوريا، وبحيي مروان عطيه على ادائه، وان شاء الله تكون بدايه خير ليه للنادي الاهلي مع النادي الاهلي في المباراه الجايه. تريزيجيه وعمر مرموش عامل منافسه ما بينهم. محمد صلاح بديله مصطفى فتحي. مصطفى محمد يعني هو حاطط محمد شريف بديل ليه، فهو عامل سكواد كويس. النهارده بيبدا بال 4-4-2 في الماتشات الكبيره او الماتشات اللي بره مصر، بيلعب 4-4-2 بحيث ان هو يحط زيزو ناحيه اليمين عشان يدافع في الجبهه اللي فيها محمد صلاح، يبقى عنده قدام مصطفى محمد وصلاح، وناحيه اليمين زيزو، وناحيه الشمال بيبقى تريزيجيه. وليه تريزيجيه في الماتشات اللي بره برده؟ لان تريزيجيه قدراته الدفاعيه احسن من مرموش، فبيحطه في الماتشات اللي بره. محمد هاني قدراته الدفاعيه اعلى من عمر كمال، مع عمر كمال في الهجوم اعلى من هاني، ففي الماتشات اللي دي بيحط فيها هاني. برده الناحيه الثانيه محمد حمدي، محمد حمدي في الماتشات الدفاعيه بتلاقيه حاطه، في الماتشات الهجوميه تلاقيه حاطط احمد فتوح. ففي عجبني بصراحه روي فيتوريا، حتى لو استعرضنا ارقامه مع منتخب مصر منذ مجيئه، اللي بيعمل كده جوزيه دايما، عامل سكواد، عامل تيم كويس. هو صحيح يا كابتن اسلام هو محظوظ شويه، هقول لحضرتك هو محظوظ قوي. هو يعني نستعرض بس ارقامه، هقول لحضرتك هو محظوظ ليه. ماشي. ارقامه، هو لعب 13 مباراه كريم، فاز في 11، اتعادل في مباراه، وخسر ماتش واحد بس اللي هو كان ماتش تونس. احرزنا معاه 31 جون في 13 مباراه، يعني بمعدل اكتر من 2.4 هدف في الماتش، بتجيب 2.5 هدف في الماتش. استقبلنا 6 اهداف بس، وشباك نظيفه، 9 مباريات من 13، ده رقم كويس جدا، دليل ان احنا يعني مباراه النهارده في ظل الظروف برضو، خلينا نقول ان انت كنت بتلعب يوم الاربع، لعبت يوم الاحد، فظروف سفر، لا وسفريه طويله، سفريه طويله ليبيريا، وكمان يا كابتن اسلام الملعب مش حلو، النجيل الصناعي ملعب صعب، ملعب صعب مش حلو، ما يخليش اللعيبه اللي لعبت الكوره تلعب كوره قوي، بتبقى يعني بتاثر على ادائها. بس خليني اقول لحضرتك ان ممكن برضو احنا محظوظين شويه بصراحه مع روي فيتوريا. محظوظين في ايه؟ محظوظين ان احنا مجموعتنا انا شايف ان هي اسهل فرصه لمنتخب مصر ان هو يوصل كاس عالم. ليه؟ صحيح، انت معاك دلوقتي فرق كلها، مفيش فريق من الكلاس ايه، يعني مفيش الجزائر، مفيش المغرب، مفيش كوت ديفوار، مفيش السنغال، مفيش نيجيريا، مفيش تونس، الفرق الكبيره كلها مش موجوده اهي قدامنا. المجموع كل الفرق يعني ايه، اقوى فرقه فيهم بوركينا فاسو، وحتى كمان الفرق يعني بوركينا فاسو مش بتلعب ماتشاتها على ملعبها كريم، بتلعب في مراكش، والنهارده سيراليون بتلعب في ليبيريا، مثلا عندك اثيوبيا هتلعب برضه في مراكش، يعني منهم 2 هنلعب بره ملعبنا في المغرب، فاهم؟ وجيبوتي يقال ان هي هتلعب العوده في مصر. بس ثابت، خلي بالك برضه ان دي المفروض فرصه ان انت تقدم كره حلوه، يعني انت النهارده لما تلعب مع فرق متوسطه صح، يعني انا عندي رقم كابتن اسلام، رقم صعب شويه. طبعا اكيد احنا فرحانين المكسب
وشيء جيد طبعا احنا ناخد النقاط وان احنا نوصل لست نقاط من ماتش، وكمان نتيجه غينيا بيساو مع بوركينا فاسو ساعدتنا النهارده بيبعد لك المنافسه، وكمان بيخليك تلعب الماتشات الجايه مفيش ضغط. النهارده هتخش ماتش بوركينا وانت فارق 5 نقط، النهارده هم متعادلين وانت عندك 6 نقاط، فالدنيا النهارده تعادلوا غينيا ما تعادلوا مع غينيا بيساو في المباراه الاولى لسه يوم الثلاث، لكن انا بس عندي نقطه لازم برضو روي فيتوريا ياخد باله منها. احنا هنا هننظر دائما للناحيه الايجابيه والسلبيه. طبعا بنرصد كله ان احنا النهارده بنلاعب فريق بصراحه سيراليون فريق مجتهد عنده بعض اللعيبه اللي عندهم مهارات كويسه، لكن في الاخر فريق للاسف يعني ما حطش حتى في كلاس بي في افريقيا. لما نبص النهارده تصنيف رابع، ما هو معقوله ما حطش حتى تصنيف ثاني مستبعد. فالنهارده لما اشوف ان المحاولات على المرمى متساويه ده رقم يزعجني طبعا. لما اشوف النهارده ان الجول سيفز النهارده تصديات الحارس للشناوي عامل 7، حارس سيراليون عامل 4، النهارده الشناوي شايل والـ7 كرات دول يا كابتن اسلام، 7 يعني 7 خطيرين. انا وثابت كنا لسه بنتفرج على واحده لو الشناوي النهارده مش هو اللي واقف، او لو مش موفق، او لو مش بيعمل هذا الاداء الرائع اللي بيعمله احنا كنا اتغلبنا. ده في واحده طلعها مش بس رد فعل رهيب اللي طبعا لو هم لا قدر الله احرزوا هدف كنت انت يعني ايه تركيزك في المباراه هيزيد وهيعلى. بس في واحده لا ما انت ممكن لكريم لو ضغط في اخر الماتش الماتش يتقلب. في واحده شالها والله يا كابتن ده في 2 ورا بعض في 92 و94 مش ممكن مستحيل. عارف لو واحده من دول دخلت الماتش الماتش الكهرباء او الخمس دقايق دول انا كنت بقول لك 900% هتعادل وبيلعبوا 10 لا والحاجه الثانيه كمان يا سيبت ليه تحط نفسك في الوضع ده؟ هو ده صح، هو ده الكلام بقى. ايه الفكره؟ انا ليه اوصل لهذه تخلوا النتيجه 1-0 وليه اوصل لهذه الدرجه في ظل الاداء بس انا بيني وبينك برضو ما تزعلش مني ممكن الملعب سيبقى بعيد عن الملعب بعيد عن كل ده في الاخر بقى يوم ان شاء الله في 2026 لو مصر وصلت كاس عالم حد هيفتكر ان احنا لا طبعا نقطه مهمه يا كابتن اسلام ان انت في منافسات المنتخبات انت اللعيبه مش تحت ايدك يعني اللعيبه مش تحت ايدك كل انت مش مدرب نادي انت مش كل يوم هتصلح الاخطاء بس عندك ايوه صح ولكن عندك امم افريقيا هتاخد قبلها مثلا على الاقل اسبوعين او اسبوع مش مختلف والله دي بقى النقطه مهمه هتلاقي نفسك تقدر تعري. كابتن ربيع ياسين لفت نظري للموضوع مهم جدا وهو الكرات الثابته حتى هذه اللحظه لا توجد كرات ثابته بتتعمل رغم من هي موضوع انت بيجي لك اللعيبه جاهزه من الانديه اليوم او اليومين اللي بيقول لك فيه في الاجنده ده طبعا بتبقى ضيقه وكل حاجه ولكن اليوم ولا اليومين اللي بيقول لك فيه ما انت ممكن تشتغل على هذا الاساس صحيح. احنا كنا نتفق ان احنا معانا سكواد قوي جدا واحد من اقوى الاجيال في وجهه نظري بعد جيل كابتن حسن شحاته الجيل الحالي انه جيل قوي للغايه وكمان زاد في وجهه نظري بتطور اداء عمر مرموش مع انتر فرانكفورت وكمان مصطفى محمد مع نانت في فرنسا في مجموعه وتريزيجيه في مجموعه وكمان لعيبه النادي الاهلي واللعيبه المحليين برده لعيبه كويسه فانت معاك سكواد قوي معاك سكواد حلو وحتى خط وسط مصر في الفتره دي خط وسط قوي جدا معاك مجموعه من اللاعبين تقدر تستغلهم ولكن في نقطه مهمه عدم التركيز في الاخطاء اللي انت بتمر بيها مثلا ثابت النقطه مهمه جدا قال لك في 6 لعيبه هو بيعتمد السين بيعتمد عليهم وفي 4 بيعمل عليهم روتيشن طيب انت اصلا الاثنين مساكين عندك فيهم مشكله النهارده دفعنا ده النهارده في الولد اللي هو الوينج ليفت 11 وينج ليفت بتاع سيراليون 7 رقم 7 اوجاستن على عمله اصل انت برضه هو ثابت هو بيتكلم قال لك انه كان موجود احمد زيزو عشان يدافع مع يعني هاني. بصراحه برضه هو هاني حظه وحش قوي في الموضوع ده لانه في النهايه كان دايما 2 على هاني زيزو ما كانش في حالته النهارده بدليل ان هو كان اول تغيير بعيدا عن زيزو لكن انا بتكلم على ان الاثنين بيروحوا دايما ما هو برضه ما هو انا اصل انا في الباك رايت وعارف الحاجات اللي زي دي ما هو انا خلي بالك محمد هاني بيتظلم وجهه نظري ممتاز جيده جدا ولكن هي كانت المشكله في ايه بقى؟ اللي بيساعده لا غير اللي بيساعده مشكله ما بينه وما بين علي جبر المسافه اللي ما بينه وما بين علي جبر برافو عليك كل الاهداف اللي راحت علينا والكرات الخطر من المساحه اللي في ظهر المساحه اللي ما بين علي جبر ومحمد هاني اللي في ظهر علي جبر محمد هاني عيني مش عارف اخش شمال اقفل مع علي فالدنيا فاضيه الناحيه الثانيه لانه ما بيرجعش طب انا طلعت لبره فالحته اللي جوه اتفتحت فاعمل ايه؟ انا ده وجهه نظري صح انا بقولك كنت بشوف الموضوع ده كتير قوي كانت بتتعمل بالخبره بقى صح وضيف على ده كمان برضو بصراحه ان ثنائيه عبد المنعم وعلي جبر في وجهه نظري في المنتخب مش مدياني نفس الافشنسي اللي كان بتدياني ثنائيه عبد المنعم والونش يعني وربنا يجاهم الاصابه ولا حجازي وربنا يجاهم الاصابه يعني فبرضو بامانه انت بتتكلم على
نقط فنيه دي فروقات. والمنتخب انت عمرك ما هتقدر انك تصلح الامور ان انت اللعيبه دي مش تحت ايدك، انت خلاص اللعيبه دي خمس ايام وشكرا سلام عليكم، اشوفك قبل كاس الامم بقى انا هرجع النادي بتاعي. فمهم جدا لروي فيتوريا ان هو يجمع الاخطاء اللي بتحصل، طبعا احنا فرحانين بالمكسب لكن نجمعها، لان في كاس الامم مع ارتفاع ثابت المستوى هو ده 16 بقى هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. لماذا نتكلم في سلبيات؟ لانه الحمد لله او هو وبرده كابتن ربيع قال كلمتين كويسين جدا، قال لي بص ما نيجي نتكلم على تصفيات كاس العالم يعني بنسبه 80-90% ان شاء الله باذن الله، وبالتالي عندما تتكلم على الامم الافريقيه ان احنا بنتكلم هل هناك سلبيات؟ بالفعل هناك سلبيات، ولكن احنا بنقول هذه السلبيات عشان يتم علاجها خلال الفترة القادمة. احنا كنا بنتكلم عن ان هناك مشاكل دفاعية واضحة كل الناس واخده بالها، لكن يا جماعة مش لازم نظلم علي محمد هاني، مش لازم نظلم علي جبر، لانه علي برضو بقاله فترة طويلة ما بيلعبش وراجع، القرب والحاجات دي بتبقى محتاجة. وانا بشوف ان القريب اهم حاجة الاستوبر والباك رايت او الاستوبر والباك ليفت يبقوا متفاهمين. طب لاعب ربيعه، لاعب ربيعه وياسر ابراهيم، ما دي بقى مش بتاعت يعني ربيعه وياسر ابراهيم افضل من علي جبر بكتير بصراحه. يعني علي جبر انا بشوف ان ربيعه وياسر ابراهيم لو لعب جنب عبد المنعم افضل بكتير. حاجه تانية حضرتك كنت اتكلمت في نقطه مهمه جدا ان هو اهم حاجه النتيجه. هقول لحضرتك على حاجه، ايام بوب برادلي ايام الجيل الذهبي اللي هو كان وائل جمعه لا بس عدم ادارته لهذه المباراه هو اللي وصلنا، بس كان ساعتها مشوارنا في هقول لحضرتك على حاجه سابق. ايام مشوارنا في التصفيات كان عامل ازاي؟ كان في كوره مش اسهل من كانش في كوره بس في بس ثانيه واحده بس هقول لحضرتك على ثانيه يا كريم. بص اثناء الماتشات كل الماتشات كنا بنكسبها من باداء حلو ونتيجه حلوه، ده قصدي في المجموعات كسبنا كل الماتشات وفي الاخر ما صعدناش عشان لعبت غانا وغانا عشان خسرت من غانا. فالمقصود ايه؟ المقصود ان انت حتى لو الاداء مش حلو المهم النتيجه، لان التاريخ مش هيفتكر غير النتيجه. انا في الاخر برضو هو ده اللي يهمني ان انا كيف اصل الى كاس العالم، مش كيف العب بس مهم ان انت تظهر السلبيات عشان خاطر تعالج عشان خاطر كاس الامم. طيب ابرز اللعيبه في مصر بقى بصفه عامه معانا الهدافين، حتى نستعرض الهدافين مع روي فيتوريا هتلاقي اللعيبه وبرضه هنطرح منها سؤال. اول هداف طبعا محمد صلاح مسجل 8 اهداف مع روي فيتوريا. لو نجيب قائمه الهدافين، محمد صلاح 8 اهداف، محمود تريزيجيه 6 اهداف، هقول دي تحت قياده روي فيتوريا في 13 مباراه، مصطفى محمد كريم 4 اهداف، عمر مرموش 3 اهداف. هنا السؤال بقى انا بشوف وبرضه مين الافضل او مين الاحسن في الماتش، هل تريزيجيه ولا عمر مرموش اللي مكسر الدنيا مع انتراخت فرانكفورت؟ انا بشوف يعني احسن كوينج انا بشوف كأداء انا بشوف ان تريزيجيه افضل بصراحه. على فكره مرموش رائع وهايل وكويس وكل حاجه بس فردي يا كابتن اسلام. لا وبعدين مرموش وجهه نظري ان هو يعني هو لعب كام مباراه؟ 13 برضو لعب بس بديل، بيلعب بديل ساعات واساسي يعني المباريات يعني اللي كان بيلعب فيها. في الاخر هو النجاعه الهجوميه بتاعته انا بحطه ليه؟ عشان يدافع كويس، لما تريزيجيه يدافع كويس بس النجاعه الهجوميه بتاعته اهم نقطه عايزين نتكلم عليها، ان مركز مرموش مع انتر فرانكفورت راس حربة صريح دلوقتي وده تعلقه. خلي بالك هو بدا على فكره هو بدا غير بدا ان هو يعمل معاه كده، وبعد كده لما نزل محمد شريف لعب كان بيلعب باثنين قدام. خلينا برضو نكون واضحين في الحته دي، فرصه ان مرموش يلعب راس حربة صريح في منتخب مصر في وسط وجود مصطفى محمد ومحمد شريف صلاح كمان اقرب الى الاستحاله، اقرب الى الاستحاله. فهو النهارده نقطه تالقه مع فرانكفورت ان هو غير مركزه بقى مهاجم صريح، وخلي بالك نقطه مهمه ان المهاجم الصريح كابتن اسلام مش مطالب بالدفاع، فانت النهارده هو بيحتفظ بمجهوده ليه الحته الهجوميه، لكن لما بتلعبه انت وينجر بتلعبه على الجناح على الخط وهو مطالب بالعوده مع الفول باك انه يرجع يدافع، فبالتالي بتاخد من تركيزه وبتاخد من مجهوده. تريزيجيه كمان يا كريم، تريزيجيه منتج جدا جدا من احسن اللعيبه الجندي المجهول دايما في المنتخب. لعيب التصفيات مهم جدا. في حاجه ثانيه عايز تقولها في النقطه، تريزيجيه مسجل 6 اهداف وصانع هدفين ماشي، يعني مساهم في 8 اهداف، فتريزيجيه فعال بيدافع بشكل كويس. حتى النهارده الهدفين او كذا كوره تريزيجيه دايما تلاقيه مكمل كمهاجم تاني جنبه مصطفى محمد، فتريزيجيه بصراحه اتطور كتير قوي بصراحة. يعني لو قارنت تريزيجيه باي حد طالع في جيله مثلا في الفتره دي، تريزيجيه اتطور في الاحتراف كتير قوي. الخبره يعني مثلا بدي مثال، تريزيجيه ورمضان صبحي طلعوا مع بعض، رمضان صبحي شوف تطويره ازاي وشوف تريزيجيه تطويره ازاي. رمضان لغايه دلوقتي على الجون مفيش، ما بيجيبش جوان كتير، ودفاعيا تريزيجيه شوفوا بعد ما راح الاحتراف بقى فين تريزيجيه دلوقتي.
بقى اساسي في منتخب مصر، بيجيب اجوان، بيساهم في الجون، بيكمل في ظهر مصطفى محمد، بيدافع بشكل كويس، فعال ما شاء الله، بدنيا كويس جدا. فبصراحه انا بشوف تريزيجيه مفيد. عمر مرموش لعيب كويس جدا، بس مشكلته انا يعني فردي، لعيب فردي بيحب الفرديه، عايز هو اللي يجيب الجون. حتى في الماتش الاول قدام سيراليون كل كوره عايز يخش لجوه ويشوط. لا، لازم تلعب في منتخب مصر، انت بتلعب باسم مصر، لازم تلعب جماعي عشان شكلك يكون كويس. برضو مصطفى محمد بيقدم اداء كويس، وبصراحه واحد من احسن اللعيبه. مصطفى محمد مسجل 4 اجوان وثلاثه اسيست، تحس ان هو يفرق معاك قدام قوي. مهاجم زي مقاتل، كره الالتحامات الهوائيه مهم جدا، بيفرق معاك. فالقوه الهجوميه بسم الله ما شاء الله. حتى محمد صلاح كمان في الشوط الثاني بقى بيوزع تمريرات حاسمه، وصل مرموش، وصل مصطفى محمد، حتى الاسيست بتاع الجون. فمحمد صلاح برضو، محمد صلاح عشان ندي له حقه، مسجل 8 اهداف وعامل 5 اسيست. برضه في صوره لما الجماهير نزلت له في الشوط الثاني، دي برضه حاجه بتاكد حب ان محمد صلاح ده اصبح محمد في حته. يعني انا شخصيا يعني لما حد يقول لي قيم، يعني بيكلموني مثلا في التليفونات البرامج والراديو والبتاع، اقول له انا ما اقيمش محمد صلاح، انا ما اقدرش اقيم محمد صلاح، ما تقوليش قيم محمد صلاح. صح. قال لي ليه؟ قلت له لانه انا ما محمد صلاح راح لعب في حتت انا ما لعبتش فيها ولا اعرف يعني ايه اللي بيحصل فيها، نعرف كده بالخبره بالبتاع. والله ده كلام حقيقي، ولكن عندما اصل لازم لما تتكلم مع الناس تتكلم بكلام واقعي وحقيقي. انا اقدر اقيم صلاح في ايه؟ في حركه زي دي. اقدر اقيم صلاح في ادائه الفني في ماتش، لكن انا اقيم صلاح واحد بيقول لي يعني طب قيم اداء صلاح مع ليفربول مثلا، يا عم انا مبسوط باداء صلاح في اي حته. ليفربول واحد معدي 200 جون في الدوري الانجليزي وحتى في مصر، يقول لك النهارده اصل صلاح مش يا جماعه، يعني احنا عارفين انا قبل الماتش كنت قاعد مع بعض الاصدقاء بيقولوا لي كذا كذا، قلت لهم يا جماعه ماتشات اللي زي دي ابو صلاح بيعمل ايه؟ ما بيحرقش. اسمه لعب تجاري، ما بيحرقش ولكن فعال. طبعا. يعني هو اللي عمل الجون الثاني، هو اللي لمس الجون الاولاني. حاجه لازم يعمل حاجه. خلي بالك في ماتشات كتير في ليفربول، مش كتير ولكن في ماتشات بيعملها صلاح في ليفربول كده، بيقف لغايه يا اما يجيب جون يا اما يعمل جونين ثلاثه. وانا عايز ايه من لعيب واحد زي محمد صلاح؟ صحيح. فمحدش يقول لي محمد اصله كذا، محمد بصراحه خارج التقييم تماما، وجهه نظري يعني. بس شفتوا الحكم نداله وهو في الصوره بيبص على وبيضحك. ايوه، لانه ما انا بقول لك في حاجات كده تخليك يا جماعه بالعكس الواحد يبقى مبسوط لما يشوف الراجل نازل يبوس، يعني انت فاهم؟ تخيل المنظر. بص الحكم بيضحك والمشجع نازل ولابس تيشيرت ليفربول ونازل له. ونازل له يعني اللي هو ايه، والراجل كان هيبوس رجله. فيعني قال له لا ابعد يعني محمد، مش ابعد يعني بيبعده، ما يصح احنا عندنا ما يصحش الكلام ده يعني. فهو ده محمد بصراحه في مكان تاني يعني. صح. يلعب كويس او ما يلعبش كويس، هو وجوده في الملعب بس واخد عين 5 6 يعني. صحيح. انت فاهم؟ طيب هنكمل كلامنا ونروح لمنتخب الشباب، بس انت انا عايز اسالك، لان انتوا هنا متكلم عن تعليقها على ازمه منتخب مصر. هل عندك، انا لغايه دلوقتي بصراحه على ازمه منتخب مصر في استبعاده لثلاثي اللاعبين في هذا الاطار، انا ما بحبش اتكلم غير لما بجمع المعلومات. فانا جمعت المعلومات من جزء، فاضل لي الجزء. وخلي بالك انا بروح لل يعني المصدر نفسه، يعني اللعيبه خلاص المسؤولين المصدر نفسه افهم. انا فاضل لي المسؤولين، انا عشان كده ما اتكلمتش على الموضوع ده النهارده، فعايز اعرف رايك. والله يا كابتن اسلام اكيد عندك معلومات يعني. هو لمينا فعلا المعلومات زي ما انت كده قلت، حتى من يعني اكثرها من اللاعبين طبعا. كل الشهود بيؤكدوا ان في حاله من الدهشه من القرار. اوكي. لان القرار نفسه مثلا بكل امان خرج بطريقه توحي ان كان في ازمه كبيره. كل الشهود اللي كانوا حاضرين الواقع او حتى موجودين حتى الان، انا ده اللي واصلني برضو، الامر لا يستدعي لو حته ايه ان انت عملت ما يشبه الاستبعاد، لان في خطا اداري. طبعا بنتكلم عن خطا اداري مش خطا. صحيح. فني خطا. صحيح. اداري حصل خارج المباراه وفي ما يشبه عدم الانضباط بكل امانه. مثلا يعني حسين الشحات وطارق حامد بقى لهم فترة طويلة ما مثلا بيروحوا المنتخب. إمام مثلا ممكن في آخر التجمعات ما كانش بيروح كتير، وحتى الكلام بتاع إن إمام بتاع مشاكل مش بتاع مشاكل. طب حسين وطارق، ما هم ده اللي عايزين. حسين وطارق على وجه التحديد، وطارق مثلا هو مثلا يعني طارق لا طارق حامد لاعب لا ينتمي للنادي الأهلي، ما سمعناش مشاكل خالص من طارق حامد أو حسين الشحات خلال الفترة الأخيرة. فإيه اللي حصل؟ إيه الأمانة في حاجة ناقصة. طبعا المسؤولين طبعا عشان تزامن المباراتين مع بعض مفيش مساحه ان هم يردوا على، هم امانه محدش رد على السؤال ده خالص،
حتى يعني مدير اداري المنتخب او حتى الجهاز الفني المنتخب، ما فيش اجابه طلعت واضحه. حسب ما فهمت ما عرفنا في مكالمه تليفونيه حصلت ما بين الكابتن خالد بيبو وما بين الكابتن محمد غرابه مدير اداري المنتخب. ايه اللي حتى حصل؟ هو تم يعني الاتفاق خلاص ده قرار خاص بالمنتخب، حتى الكابتن خالد بيبو قال ما يؤكد ان احنا مش هناخد اي قرار. ما معناته يعني مش شايفين لاعبتنا غلطوا في شيء، والمنتخب هو حر في قراراته ان هو عنده ياخد قراراته زي ما هو عايز. وده اللي حصل من المنتخب مع ازمه نادي الزمالك. بس اللي اقصده ان النادي الاهلي على وجه التحديد لما بيلاقي في خطا حتى لو خرج من لعيب عنده خارج اطار النادي الاهلي بيعاقبه. معنى ان النادي الاهلي طلع التصريح طبعا يعني الكابتن خالد بيبو مش من نفسه، لا ده قرار من النادي متفق عليه. ما دام طلع يبقى تاكد للنادي الاهلي ان لعيبته ما غلطوش، وما يعني ان طارق حامد كمان مغلطش. بكل امانه ما غلطش عشان نبقى الدنيا واضحه دلوقتي بكعب انا منتخل. عشان كده قلت لك ايه؟ انا قلت لك انا عندي نصف الموضوع بس. لا مش نصف، هي ثلاث ارباع القصه. نعم. ولكن يتبقى لي طرف او طرفين لما اتكلم معاهم هعرف، وهتكلم معاهم ولكن هعرف. عشان كده انا مش عايز اتكلم عشان ما بقاش ولا قاسي يمين ولا قاسي شمال ومحدش ياخدنا في اهلي وزمالك. أيوة. لانه الناس بتاخدنا. لا اعتقد احنا خرجنا الموضوع يعني، يعني والله احنا الفتره دي عايشين يعني جد يعني احلى فتره اعتقد الناس كلها خرجت من الايه خلينا نسميها البوتقه اللي احنا كنا فيها الفتره اللي فاتت. احنا خرجنا النهارده على الاقل المنافسه اصبحت منافسه شريفه وباحترام، وحتى لما يعني لو كان في مساحه ونتكلم على ماتش الباسكت هاكد كام حاجه بتقول للناس خلاص الحته دي احنا بنتنافس. طيب. بنتنافس بس هنكمل كلامنا ولكن هنروح لمنتخب الشباب. منتخب الشباب عندنا فيه كلام مهم جدا هنتكلم عنه، ولكن خلينا نطلع فاصل اخير وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن منتخب الشباب ومن بعده النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. منتخب الشباب يا احمد. طبعا منتخب الشباب اول تجربه للكابتن وائل رياض مدير فني. مش عارف معلش انا سؤالي هنا هيروح في اتجاهات اخرى، لانه لماذا نقيم وائل رياض؟ معلش هو وائل على فكره واخد اللعيبه وكان سهل قوي ان هو يعمل ايه؟ يعتذر عن هذه البطوله. كان سهل قوي، ولكن هو انا ما اتكلمتش مع وائل لسه، ولكن وجهه نظري ان هو راح هذه البطوله عشان انا عندي 20 لعيب ولا 22 ولا 25 لعيب اشوفهم وكده كده مش خسران حاجه، ديني بشوف. قطع هناك بعض الاخطاء في الفنيه ماشي، ولكن في النهايه انا بشوف اللعيبه. هي ليه الناس بتروح لوائل؟ عشان يعني هو المدير الفني، هو النجم يعتبر. هقول لحضرتك الايجابي والسلبي في البطوله دي. طبعا الايجابي ان انت لعبت ثلاث مباريات. لو نستعرض المباريات، احنا الاول اتعادلنا مع ليبيا 1-1 اللي هي نتائج منتخب مصر للشباب. اتعادلنا 1-1 مع ليبيا، احرز الهدف محمد زعلوك، الصناعه عمرو خالد بيبو، بالمناسبه الاثنين في النادي الاهلي. بعد كده كسبنا الجزائر 3-0، قدامنا النتائج اهي، سجل فارس خالد اللي هو عبد الرحمن خالد لاعب النادي الاهلي، ومحمد عبد الله واحمد خالد كباكه الثلاثه من الاهلي، واللي صنعوا الاهداف محمد عبد الله وزعلوك من الاهلي وعمر خضر من زد. ماتش تونس النهارده ده يعتبر، تونس طبعا هي المتصدره البطوله وهي خلاص اللي هتاخد البطوله، كسبتنا النهارده 4-2. الشوط الاول كان 4-0 وقدرنا ان احنا الشوط الثاني نحسن النتيجه شويه. محمد عبد الله لاعب النادي الاهلي، التغييرات اللي اتعملت، وكريم سعيد واحمد خالد كباك. مش كريم سعيد، مش انت كريم. في بعض المكاسب ان الكابتن وائل رياض بيشوف دلوقتي اول تجربه ليه، يشوف اللعيبه نفسها، بيكسب بعض اللعيبه زي واحد زي محمد عبد الله ده. يعني انت بتتكلم في لعيب جاب جونين وصانع جون، واحد زي فارس خالد مكسب في البطوله كويس، في عناصر بدات تبان بشكل كويس، يبداوا يحتكوا باللعيبه دي. انت ترتيب المجموعه، تونس الاول خلاص تعتبر اخذت البطوله، خلاص عندها ماتش اخير مع ليبيا، لو تعادلت حتى بس هتاخد البطوله. الماتش الاخير يوم الثلاث ما بين المغرب ومصر على المركز الثاني، اللي يكسب ياخد المركز الثاني. يعني مصر لازم تكسب لان المغرب 6 نقط ومصر عندها 4 نقط، فطبعا مصر لازم تكسب عشان تاخد الثاني. المغرب عندها فرصتين، يا تكسب يا تتعادل. ليبيا الرابع، وبعد كده الجزائر ولا نقطة. ده ترتيب البطولة. خلينا أقول لحضرتك السلبيات اللي أنا شايفها، إن في الاختيارات نفسها كان في اختيارات كويسة جدا، في عناصر كويسة، لكن في بعض اللعيبة من وجهة نظري اللي كانت تستحق الانضمام. زي مين؟ زي عموري مهاجم الاتحاد وهداف الجيل ده. يعني إحنا بنتابع دوري الشباب هنا في استاد الأشبال مع الكابتن أسامة والكابتن محمد حشيش. عموري هداف الاتحاد مسجل 10 أهداف ما اتخدش،
فده المفروض كابتن وائل رياض في الفتره الجايه يحط اللعيبه ديت في حساباته. واحد زي عمر ياسر احسن صانع العاب في الجيل ده في زد، بيلعب في نادي زد، عمر ياسر رقم 10 في زد. يوسف النجار لعيب جناح في زد ممتاز جدا ما اتاخدش. في لعيب برضو سليمان في فيوتشر جايب 9 تجوان مهاجم، فاللعيبه دي فين؟ عندك محمد رافض في النادي الاهلي. في لعيبه كانت ممكن مع اللعيبه الموجوده، ليه العذر الكابتن وائل رياض ان هم بيلعبوا برضو كل يومين، كل يومين ماتش، جدولنا صعب جدا. فانت ممكن كنت تختار بعض اللعيبه مع اللعيبه الموجوده وتعمل روتيشن. فطريقه اختيار اللعيبه ممكن عليها علامه استفهام شويه. الحاجه الثانيه برضو اللي تؤخذ على الكابتن وائل شويه ان هو، بس هو خلي بالك برضو في طريقه اللعب وجهه نظري ان هو بيروح للي بيعمل له فلسفه. هو يعني مثلا لاعب نادي الاتحاد او لاعب نادي فيوتشر او لاعب نادي الزد او كذا، هو وائل لو شايف ان هو يتناسب مع فلسفته ما خدوش ليه؟ بس ده يعني هل مثلا هو عايز يخسر نفسه مثلا؟ يعني اللي هو عايز يعمل، خلي بالك انا في مثل هذه الامور دايما منتظر لما الراجل يرجع اقعد اتكلم ونقعد نتكلم افهم برضه، لانه انا برضه متابع جيد للبطولات. فانا عشان كده بقول لك انه ما اعرفش، انا بشوف انه بس في لعيبه كابتن اسلام سهل ياخدها، في لعيبه كويسه قوي. يعني عمر ياسر في زد ده انا بقول لحضرتك في خلال 4 أو 5 سنين ده هيبقى من احسن اللعيبه في مصر. ماشي، عمر ياسر ده رقم 10. يعني احنا انا خضر مثلا شايفه يعني في الماتشات الرسمي الشباب افضل من كده بكتير. عمر ياسر في الثلاث ماتشات دول، الماتشين دول انا بشوف ان هو ما ادانيش 20 30%. عمر خضر بصراحه وجهه نظري برضو اتعمل عليه هلا اعلامي، هو لعيب كويس بس اتعمل له هاله اعلاميه كبيره قوي ضخمه، لكن هو عنده بعض النواقص خاصه في الدور الدفاعي. عمر خضر على المستوى الهجومي والكره معاه لعيب كويس جدا في الواحد على واحد والترقيص، لكن الجانب الدفاعي فين؟ ما بيدافعش كويس، ما بيدافعش كتير، محتاج يتطور في الحته دي. وعلى فكره هو لعيب صغير، يعني مثلا ما هو تريزيجيه كان كده في الاول، تريزيجيه لما سافر بقى دلوقتي الجانب الدفاعي كويس، بقى التهديف كويس. طيب دي الحاجات اللي ناقصه. طيب. يعني اشوف بس الكابتن وائل محتاج يشوف بعض اللعيبه يدخلهم مع القوام ده، هو اكتسب خبرات من الدوره دي. في لعيبه بصراحه برضو عشان نديها حقها برضو، عبد المنعم تامر حارس زد، حارس المنتخب ممتاز، معتز محمد واحمد عبدين الاثنين المساكين بتوع النادي الاهلي يعتبر عاملين بطوله كويسه، يوسف سيد عبد الحفيظ في مركز الباك رايت كان ماشي بشكل كويس. احمد خالد كباكا مظلوم مع كابتن وائل رياض، ليه؟ احمد خالد كباكا اصلا مركز 8 يا كابتن اسلام، كابتن وائل رياض بيلعبه 6. احمد خالد كباكا واحد من احسن اللعيبه اللي جايه في مصر، بيلعب في النادي الاهلي مركز 8، هو موظفه 6. طيب تقييمك يا كريم سريعا لهذه طبعا انا بالنسبه لتقييم منتخب الشباب يا كابتن، لازم الناس تفهم ان تقييم اللاعبين في السن ده مختلف تماما عن تقييم اللاعبين في الفريق الاول، ولازم مهم جدا جدا ما يبقاش في اي ضغوطات نفسيه زايده على طبعا اكيد حق الناس انها تقيم، لكن دول برضو ستيل لسه في سن صغير. طبعا بنلعب، هم بيلعبوا ناس في نفس السن بتاعهم، بس في الاخر انت لازم يعني ايه تساعد في ان هم يتطوروا. جزء من التطوير ده انت ما تضغطش عليهم بشكل كبير. صحيح. وضعا في الاعتبار دي بطوله وديه عشان نكون صراحه مع بعض. لا بطوله وديه، اول بطوله هو قعد بصراحه 10 15 تمرينه وبعدين بصراحه ماتش ودي واحد بس، ولعب ماتش ودي ده حاجه ثانيه. ما بين كل ماتش من حقه ان هو يشوف اللعيبه، ما بين كل ماتش بيزعق. وحاجه في نقطه بصراحه لازم نعترف بيها فعلا، مستوى لعيبه المنتخب التونسي اللي احنا اتفرجنا عليهم النهارده فعلا في هم افضل كل امان، ومرتاحين وبيلعبوا بتكتيك افضل بكتير، بدليل ان 3 أهداف اللي تم احرازهم لو تخلي بالك في شوف الماتش اصلا الهدفين الثاني والثالث دربكه بعد الهدف الاول. المنتخب المصري كان مسيطر من اول دقيقه لغايه الدقيقه 20. انا بشوف ان تغييرات كتيره حصلت في الدفاع تحديدا. هو الهدف هم كانوا ماسكين المباراه، المنتخب المصري على فكره اول ربع اتفرج على الماتش عشان في ناس بتتكلم من النتيجه بس، لا اللي اتشاف اول 20 دقيقه مصر كانت مستحوذه على الكوره في نص الملعب وكانت مسيطره. ضربه الجزاء للمنتخب التونسي بعديها، عارف في 5 دقائق كده اللي كان مره يورجن كلوب بيتكلم عليه على برشلونه، قال لك برشلونه من الفرق اللي بتجيب فيها هدف بتقعد 5 دقائق تايهه، فبنلحق بالجون الثاني ونلحق بالثالث. ده اللي عمله المنتخب التونسي الشوط الاول طبعا 4 أهداف، فنفسيا اللعيبه اتدمرت. الشوط الثاني طبعا هو حاول ان هو يلم الدنيا ويرجع في النتيجه، وبقت النتيجه 4-2. احنا بس عايزين نطلع من حته ايه؟ خلاص كابتن وائل رياض هو مدير فني النهارده، ده اختيار اتحاد الكوره وهم يتحملوا هذا. لا وائل خلي بالك هو الفتره اللي فاتت وائل انا ما شفتوش غير المدير الفني والمنتخبات. تمام يعني لا ما في اعتقد ان هو يعني انا ما بشوفش ان احنا من حقنا ان احنا نقيم لسه بدري هو اللي بيقيم اللعيبه بالظبط، وهنشوف لما يجي الرسمي هنقيم بالظبط واللعيبه عشان برضه انا برضه عايز معلش سريعا والله فضل. ادوس على الجرح
لان الناس كلها عماله تتكلم في ايه ده يا جماعه منتخب ابناء العاملين، يا جماعه ده منتخب ابناء العاملين. اوكي يا جماعه في الاخر خلينا نتفق على مبدا اللي الرياضه مفيهاش وسط، مفيهاش وسط، بدليل انه هيجي في يوم يلعب قدامك وانت والجمهور هيقيمه. فنسيب بقى الناس تشتغل ونسيب، ولازم تسيب لهم مساحه خطا، مفيش حد بيتطور من غير ما يغلط. صعب جدا انت تقعد ماسك لي وقاعد على دماغي انت بتغلط، انت بتغلط. هو المنتخب ده مبسوط عليه زي ما انت قلت عشان بيقول لك ابناء العاملين وابناء اللي مش عارف ايه والكلام. وفي حاجه ثانيه، طب افرض طب ما نفس الفريق ده كسب الجزائر من 3 ايام 3-0، فاشمعنى انت هتقيمه فقط بس على تونس وهتنسى له ماتش الجزائر؟ طب افرض بعد كده في الماتشات الرسمي جه وكسب بسكور وعمل هنقول لهم ايه؟ هنقول لهم لا عشان انتوا ابناء عاملين انتوا وحشين. لازم يبقى يا جماعه يبقى التقييم موضوعي ونسيب مساحه ونتعامل مع السن الصغير مش زي الفريق الاول. النادي الاهلي رجع للتمرين النهارده، خلينا نستعرض بقى مباريات النادي الاهلي القادمه خلال الشهر ونص، هم كتير قوي فخلينا نستعرضهم. جدول الماتشات داخلين على ميعاد ماتشات، محتاجين الاسبوع ده كده نعمل نجهز اللعيبه بقى شويه. لو نستعرض جدول الماتشات، احنا عندنا اول ماتش مديامة الغاني في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات في استاد السلام ب 15,000 مشجع اهلاوي ان شاء الله يوم 25/11 الساعه 9 مساء في استاد السلام. بعد كده عندنا سموحه يوم الثلاث 28/11 الساعه 7 مساء في الدوري. بعد كده يانج افريكانز التنزاني في تنزانيا يوم السبت 12 يوم 2/12 الساعه 9 مساء في دوري ابطال افريقيا. بعد كده زد يوم الاربع، يعني هنلعب سبت وثلاث وبعد كده سبت واربع مع زد الساعه 7 مساء في الدوري. بعد كده نرجع نلعب السبت تاني مع شباب بلوزداد يوم 9/12 الساعه 6 مساء في دوري ابطال افريقيا. يعني انت هتلعب ايه؟ سبت ثلاث، سبت اربع، سبت، وبعد كده تسافر كاس عالم للانديه كريم يوم الجمعه مع الفائز من اتحاد جده واوكلاند سيتي الساعه 9 مساء. فانت داخل على، خلي بالك الفتره دي صعبه جدا على النادي الاهلي. تعليق بقى يا كريم منك يلا. يا سريعا طبعا اكيد مباراه مديامة اكيد هي بدايه الفتره اللي جايه وان شاء الله تبقى بدايه انطلاقه كويسه في دوري ابطال افريقيا. اكيد طبعا النهارده اتحاد جده مع المباراه الاخيره في الجدول اللي شفناه مع تعيين جاياردو، اكيد مدير فني مميز للغايه فنيا. طبعا شفناه مع ريفر بليت خلال الفتره اللي قبل الجرينتا والكلام ده. لا وفنيا هو ده اللي هم محتاجينه. لا وفنيا كمان فنيا مدير فني هنتكلم عنه ممتاز ممتاز ممتاز. فاكيد طبعا اتفق مع ثابت فتره صعبه، اتمنى ان شاء الله ان احنا الفوز يجيب انتصار ويبقى نتائج كويسه. جوائز النادي الاهلي دي مهمه جدا، اربع جوائز اهلاويه في الكاف لافضل في الافضل في الكاف في عام 2023. نعرض الصور. اول واحد مارسيل كولر موجود في مدرب العام، ده اللي هي التصنيف النهائي خلاص. مارسيل كولر موجود في افضل مدرب مع مدرب جامبيا ومع عبد الحق بن شيخه مدرب اتحاد العاصمه ومع وليد الركراكي مدرب المغرب واليو سوسي مدرب السنغال. برضو متواجد النادي الاهلي في جائزه افضل نادي، مرشح لجائزه افضل نادي. الحفله هتبقى يوم 11 قبل كاس عالم للانديه الشهر الجاي في المغرب. هات الصوره اللي بعدها اللي هي جائزه النادي الاهلي. النادي الاهلي والوداد واتحاد العاصمه الجزائري وصن داونز ويانج افريكانز، دي اللي قدامنا دي على الشاشه، دي جائزه افضل حارس كمان محمد الشناوي متواجد فيها وياسين بونو ونانا حارس الكاميرون وويليامز حارس صن داونز وجنوب افريقيا وادوارد مندي حارس السنغال. الصوره اللي بعدها برضو هاتها، هتلاقي بعد كده الجائزه افضل لاعب متواجد في افضل لاعب داخل القاره. من النادي الاهلي موجود محمود كهربا، موجود محمد الشناوي، موجود علي معلول، موجود بيرسي تاو. اربع لعيبه متواجدين في جائزه افضل لاعب. هات الصوره اللي بعدها بقى جائزه النادي الاهلي اللي هي افضل نادي، يعني اربع جوائز للنادي الاهلي مترشحين ان شاء الله في الحفله اللي هي قبل كاس. اهي النادي الاهلي مرشح لافضل نادي، كولر لافضل مدرب، الشناوي لافضل حارس، والافضل لاعب الشناوي وكهربا ومعلول وبيرسي تاو. فده تكريم، انا شايف ان النادي الاهلي طبعا المفروض يكون هو الافضل لان هو النادي الوحيد اللي هو اللي اخذ دوري ابطال افريقيا في مباراه الوداد ومحمد الخامس، فالاقرب. وبرده في كلام ان بيرسي تاو هو الاقرب ان هو ياخد جائزه افضل لاعب داخل الكاف. طيب كريم اعتقد هنا كنت عايز تتكلم على ماتش الباسكت مع الاهلي والزمالك. سريع انا حابب بصراحه اشيد واشكر الكابتن احمد سليمان. احنا في وسط حصل في مشكله الباسكت المباراه الاولى كان في صاد نادي الزمالك، حصل بعض المشاكل داخل الملعب والمباراه وقفت وشفنا اللي حصل. عجبني جدا جدا تصرف كابتن احمد سليمان، نزل هدى الاجواء بتصرفات حتى اعتقد هو اتكلم، يعني التصرفات اللي عملها في الملعب فعلا بتترجم الفتره اللي احنا بنتكلم عليها دي. الفتره دي ما بين الاهلي والزمالك فعلا احنا رجعنا يا جماعه الرياضه تنافس، انت تبقى كويس في حاجات انا كويس في حاجات انا هكسبك شويه والدنيا بتمشي، كان التنافس التنافس.
وبشكر تاني الكابتن احمد سماعه على التصرف اللي عمله، عشان نفسي الناس كلها تتعلم منه. بس عايز بقى اقف عند حته بسيطه. الناس كلها في نادي الزمالك يعني؟ اه طبعا. الاستاذه نيره الاحمر هي اعلاميه في قناه نادي الزمالك، وخدت قرار بقت عضو مجلس اداره في نادي الزمالك. اللي بيتحاول يا كابتن اسلام وياخد القرار ده انه يبقى عضو مجلس اداره سواء في اتحاد او في نادي، يجب عليه طواعيه انه يترك العمل الاعلامي. الحلقه اللي هي قدمتها بعد مباراه للاسف خلتني اروح للفتره اللي قبل دي، واحنا في وقت حالي بصراحه بكل امانه احنا طبعا شايفين الاجواء كلها، عايزين ندي الرياضه هي حجمها ما تزيدش، وده ماتش باسكت وفعلا الاهلي كان احسن بكل يعني في فجوه، في فجوه فنيه وخلاص، واللعيبه سابت على بعض وانتهى الموضوع. ما كانش في اي مساحه، ما فيش اي داعي ان احنا نخش في زعزعه الوضع لمجرد ان انا عايز اعمل نسبه مشاهده. ده امر سيء. من النهارده احنا مثلا هدي مثلا بسيط قوي بعملي في يلا كوره. انا ببساطه هاخد تصريحات الاستاذ نيره الاحمر مش اعلاميه نادي الزمالك. التصريحات دي هتنزل على لسان عضو مجلس اداره نادي الزمالك. بيهاجم، بس خلي بالك ما قلت لو نظرت بقى في موضوع عضو مجلس اداره مش عضو مجلس اداره، ما انت عندك اعضاء مجلس اداره في الاتحاد الكوره وبيلعبوا. لا ما يصحش. وبيحللوا. ما يصح معلش ما يصح. انا عايز اقف عند الحته دي عشان عايزين نقف لها. عشان كده اديت المثل بتاع الكابتن احمد سليمان. والله كان الاجواء متوتره جدا. مجرد انه نزل ارض الملعب ثلاث دقائق عمل يعني مجرد سلم على الناس بس هدى الدنيا جدا وخلى الموضوع خلاص عادي. يا جماعه احنا في وضع دلوقتي حاليا في وجهه نظري الرياضه ما مش عايزين نديها اكبر من حجمها. بالظبط كده. في امور ثانيه بصراحه اهم بكتير، وفي نفس الوقت احنا النهارده العلاقه بقت كويسه، فبلاش بلاش اي حد يعني يوز في ودن حد يقول والله عشان تحقق نسبه مشاهده خش في الحته دي، هاجم ده، اتكلم في دي، مش عارف ايه، لا خلونا نهدي التون شويه. وفي نفس الوقت انا ما زلت مؤمن الشخص اللي ياخد قرار انه يبقى عضو مجلس اداره لا يصلح طيب. ان هو يشتغل في الاعلام. نتمنى ان تكون الامور هادئه والمنافسه تظل شرسه، ولكن كرياضه كملعب كتنافس في صفقات تنافس في كل حاجه، ولكن التنافس خارج الملعب ومن الناحية الإعلامية سهل جدا أن كل واحد يرد على التاني، ولكن هذه الفترة لا تحتاج إلا أو إحنا دايما هدفنا داخل قناة النادي الأهلي أو أسلوبنا أو طريقتنا داخل قناة النادي الأهلي أن إحنا دايما نمشي في اتجاه النادي الأهلي أخلاقه وقيمه ومبادئه، ودايما نبرز ما يحدث من إيجابيات. وكفاية شكل كرسي العمري فاروق وهو بجانب الكابتن محمود الخطيب، العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي وهو بجانب الكابتن محمود الخطيب، والكل بيتمنى له الدعاء، اهلاويه وزملكاويه وكل ده يجب كل هذه الامور. فانا بشكركم جدا على تواجدكم معنا. شكرا جزيلا احمد على وجودك معايا. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معنا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.